يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم الأب إذا اغتاب ابنه أم أن هذا معفو عنه؟ هل يأثم؟ هل يأثم الأب إذا اغتاب ابنه؟ إيه؟ إذا اغتاب ابنه. الغيبة ما تجوز من أحد، الغيبة حرام مطلقة، لا يجوز للأب أن يغتاب ابنه، الغيبة محرمة، وابنه له حرمة، أنه مسلم له حرمة، لا يجوز الاغتياب. نعم.